عون الله اختي ندى السيد الساشم السيد احمد رفاعي شعرة اهل البيت واهل بيت دولة الكويت ما خلت يعني خاطره ولا عائله ولا نبي ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على بيته اصحاب الانبياء الشجر المدر والعوائل العلماء المشايخ الصوفيه غيرهم الفنون الاداب عربي انجليزي الا وهني مدح ال الرفاعي. احنا راح نقراها عند قبر ابوها السيد الساشم السيد احمد الرفاعي شاعر مثلها الوزيران بشيخ الطريق الرفاعي الصوفيه وعمها السيد صالح الرفاعي وخانا السيد حسين الرفاعي وعمنا عبد المحسن السيد احمد الرفاعي شاعر ومدير جمع الشعراء النبط. وهي شاعر وهي رابطه الادب ابوها سواها. ولد اختنا ماجد السيد والسيد هاشم رفع القاضي سامع عيسى مشاهين شاعر وهي رفاعيات وهي شدت وصارت شوقيات. تقول الندى آل الرفاعي جدهم احمد الامام احمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه آل النبي المصطفى الامجد فهو الذي كف الحبيب المجتبى مدت له في ذلك المشهد. لما قال في حالة البعد روحي كنت انشدها أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. كان حاضر الوالد يقول 70,000 منهم عبد سيدي عبد القادر القراني سيدي حياة بن قيس الحراني وايد وعدي بن مسافر. فمحمد هو جدنا في من نهجه كم ذا بطريقة الأسعدي كم دلنا بطريقه الأسعدي رد عليهم السلام ولنصرة الآل الكرام وذكرهم وكذا الصحابة هم ذو سؤدد. خلق النبي أمانة ودعامة في العلم والأعمال والمقصد والمقصد وهو المعلم إذ دعانا للهدى في البيت والديوان والمسجد. إعلاء شأن الدين غاية أمرنا بتواضع وتكامل أزهد. ما ينبغي فخرا فنحن شعارنا أن نقتدي برسولنا المرشد. حب النبي وآله من حبهم بضعة من نوره الأحمد. صلى عليك الله يا خير الورى ميزان صدق خالص أرشد. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الشورى آية 23. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الله لما يغدوكم به من نعم لا شكرا وأحبوني لحب الله وحب أهل بيتي لحبي رواه الترمذي والحاكم صححه على شرط الشيخين. يا آل الرفاعي وانت منهم يا ندى السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وشكرا لك. ان شاء الله الرفاعيين يشدون شوية تظهر نجومهم مثل ابو يعقوب الرفاعي.